الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى أن شرفنا في هذا اليوم بحضور هذه المناسبة الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يبارك على العروسين وأن يزوج شباب المسلمين جميعا وأن يعف بناتنا وأسرنا. وهذه المناسبة يا أخواننا من أعظم ما تميزت به شريعتنا الإسلامية وشرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا ما يعفنا ويحفظ أعراضنا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فالباءة المقصودة هنا أي من استطاع نفقة تعول أبناؤه ويقوم بها بيته. الإنسان اللي بيقدر يعمل ويجتهد ويتكسب من الحلال ليقوم على بيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالزواج. ولهذا يا أخواننا من مطلوبات الشريعة الإسلامية أن ينظر الناس إلى الزواج نظرة تيسير مش نظرة تعسير، وأن يكون فيه تسهيل في إجراءات الزواج، يكون خفيف، ما يكون على الناس، يعني خاصة على المتزوج ما يفرض عليه تكاليف كثيرة تجعل الشباب يعزفون عن الزواج ويلجؤون إلى الحرام. لأنه زي ما الناس كلها بتلاحظ وشايفة في المجتمع، الحرام ميسر، سهل جدا، ما فيه تكاليف، ما بيحتاج قروش كثيرة وكثير في المجتمع. فالشاب لما يلقى قدامه الحرام ساهل وما عنده تبعات، ويلقى قدامه الحلال صعب ومعسر جدا. يعني البد كثير من الأسر اللي ما بتهتم اهتمام قيم بتربية البنات بالذات، بيخلوا البيت تعبس بالحرام زي ما هي دايرة، تطلع وقتين ما دايرة، تلبس الشي اللي هي عايزاه، وترجع وتصاحب وتطلع مع ناس مشبوهين، ما بيهتموا بالموضوع ده كثير، في ناس كده. لكن يومك التالي تقول لهم البيت ده انا دايرة بالحلال، بيطلعوا لك 100 نظرية وتكاليف لأول لا ولا آخر، والساقة قبيل بالحرام ده ساقة مجاني، ما سألوه، ما قالوا اجيب قروش، بسوقها من جنب البيت مجاني، وبسوقها من الجامعة مجاني، قريش ما بدي لا لهي ولا لهلا. لكن يومك تدور انت بالحلال، الكتب والله في الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة، بيقفوا لك في وشك. الأم طلبات براها، الأب طلبات براها، بنات الجيران طلبات براها، الخالات طلبات براها. يعني الزول ذاته الدار يتزوج بتكفل معاه وبخلي العير ذاته، لأنه الحلال بقى صعب. وبالتالي عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فالناس تيسر موضوع الزواج ويكون بالميسور، وبيفتح للناس بعد ذاك بابا إلى الغنى. ولذلك ربنا قال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. يعني ممكن الشيء المذكور في الآية دي زمان كان بيكرهون، يعني يجبروا البدع على الزنا. الآن نحن ما بنجبره في مجتمعاتنا على الزنا، لكن قد تلقى من تصرفات الآباء بصورة غير مباشرة كأنه بيجبرهم على الزنا. ربنا قال لك: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ألا لا، ما من بيت من الفتيات إلا وهي دائرة زواج
تتعفف وبالبسيطة، وربنا بعدين بيرزقهم ويفتح عليهم، لكن احنا ما نجبره ونضغط عليه. طيب، وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباء فليتزوج. طيب، واللي ما بيقدر ما عنده مخرج ثاني من الحرام، اللي ما بيقدر ما يعمل حاجة من الحرام، ما يمشي زي ما بيعمل الشباب الآن في شارع النيل ولا في الجامعات ولا في الشقق اللي بيأجروها، كل الشيء الغلط اللي بيحصل ده حرام في الدين الإسلامي. وإنت كولي أمر ما تسمح لولدك بالتلاعب بأعراض الآخرين، لأنه أنت ما بتقبل التلاعب بعرضك، أنت ما بتقبل يا أخي. الليلة الواحد لو شاف بنته في أي وضع مسيء ما بيقبل، كريمته ما بيقبل، زوجتك ما بتقبل. والآن في فيديوهات انتشرت مغززة جدا، بتلقى واحد يكتشف زوجته ويصورها كمان. أنا واحد وراني مقطع، والله أنا من زهيلت جدا يعني، واستغربت غاية الاستغراب، واحد يلقى رجل مع زوجته ويصورهم ويرفعهم على الفيسبوك. يعني السبب شنو؟ السبب في النهاية إنه نحن يا إخواننا لو عملنا بالدين من التيسير في الزواج والحرص عليه من بدري، تعيف البيت دارة تقول لك دارة أقرأ ودارة أعمل، ما مشكلة أقري، القراءة ما حرام بالضوابط الشرعية، ما حرام أقري، لكن زوجة بعد ذاك راجلة ده إن شاء الله يقريها في أي محل ما مشكلة تتزوج، لكن ما تمشي تلعب زي ما هي دايرة وتعبس. فالإنسان إذا ما وجد إلى الحلال سبيلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليه بالصوم، لأن الصوم ده بكسر الشهوة وبيضعف الشهوة في البدن. قال: فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وجاء يعني حماية، الصوم ده بيحميه. أما الآن يا أخواننا نحن شو شايفينه في مجتمعنا ده؟ والله الذي لا إله غيره، الشباب وأولادنا القايمين جداد والله في خطر عظيم جدا، في خطر عظيم، لأنه ما يتيسر الآن من سبل الفاحشة والمصائب أكثر مما كان زمان. زمان قال لشي كان عندنا نوع من التربية المجتمعية والرهبة من المجتمع وعين المجتمع بدعاين، والكبير والصغير والجار والزلل في الشارع بيقوم. أما الآن اتفقدت عندنا النقطة دي، أنت كجار ولا والدعم ولا أنت قريب ما عندك الحق في أنك تقوم، بل الكثير مننا كلمة النصيحة ما يقدر يقولها، خليك أنت تقوم. زمان البيت اللابسة شين أقرب جار بيرجعها، والدعم ولا جدة ولا قريبهم بيرجعها وبيعظها وبيزجرها ويقومها. الآن تربية المجتمعية وحراسة المجتمع بقت عندنا غايبة تماما، بل انت لو تفوهت بكلمة نصيحة فقط لبيت من البنات ولا واحد من الشباب، بيقوم عليك بعد شوية ابوها ولا اخوها يقول لك: انت دخلك شنو، دخلك شنو في الكلام ده، نحن قبلانين انت مالك. ولذلك لما غاب الرقيب الرباني في القلوب، مراقبة ربنا بقت ضعيفة، واحد. اثنين، التربية المجتمعية العامة صارت ضعيفة. ثلاثة، تحكم أولياء الأمور بقى ضعيف جدا. زمان والله إحنا الشيء اللي بنعرفه وكتبواتنا وأمهاتنا ربونا أكان الراجل في البيت راجل وكلمة كلمة، لكن للأسف لما بقت الكلمة عند النساء وبقت البيت هي سيدة أمها وأبيها، يا ريت الكلمة لو عند أمها ذاته، البيت الآن بقت هي اللي عندها الكلمة على أمها وعلى أبوها، وبالتالي ده نذير بتاع خطر ونذير بتاع تفكك في المجتمع. وبالتالي نكون احنا حريصين على انه من بدري البت مسكة للراجل ويكون ود حلال، ما يكون كمان زول فوضجي، يبقى هو ذاته مصدر من مصادر الشر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الدين ده بيخليه يخاف الله ويعامله كويس ويعامل أسرته كويس، والخلق بيخليه إنسان كريم في نفسه، يحرس البد ويمسكه وما يهينه ويذله. ده الخلق، الخلق بتستفيد منه، هي بتستفيد من الرجل اللي عنده خلق، لأنه الزول ما عنده خلق ما بتقعد في البيت. عشان كده الصفتين دي لو لقيتهن أنت
أي حاجة تانية ما مشكلة. الناس بتحرص على القروش، دارين يبيعوا بناتهم بيع، بقت تجارة بيع عديل، وده غلط. وزول لو فكر لها من ناحية دنيوية فكر فيها، بيعرف إنه المال بيمشي وبيجي، والزول اللي انت زوجته الليلة عشان قروشه بكرة لو فلس انت هتبقى في حتة ضيقة جدا، لا بتقدر تشيلها منه ولا بتقدر تخليها. عشان كده ما تبيع بيتك. انظر للإنسان اللي عنده دين واللي عنده أخلاق، ده انت صدقني أصلا ما هتندم عليه كله كله. والمال ربنا بجيبه، ربنا قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم، الله بيغنيهم. لكن الإنسان صاحب النفس الكريمة اللي بيبقى لك انت زي ولدك، لما انت تدي بيتك بيبقى لك زي ولدك، وزول عنده دين بيخاف ربنا سبحانه وتعالى وما بيهين البد ولا بيجيبه بيشينا، فده هو الإنسان اللي بيزوج. أخيرا أقول الدين قوامه على أمور بسيطة جدا، ممكن نذكر منها اثنين. قوام الدين على صحة المعتقد، يعني انت لو دار تعرف الزول عنده دين، انا اعرفه كيف. ممكن يجيك واحد يقول لك يا اخي والله انا مريد من المريدين الكبار وصحبت الشيخ زمن وقاعد في الخلاوي وسويت وعملتك، هل ده مقياس للدين ولا مقياس الدين شنو؟ مقياس الدين يا اخواننا صحة عقيدة الانسان في ربه. الزول اللي توجهه لله وبيدعو الله وبيستغيث به وبراه في الشدائد والمحن والبتوكل على ربه وعقيدته في الله نظيفة، ده أساس الدين. مما تلقى زول بيلجأ لغير الله، ولا زول جاي يتزوج منك ومربط حجباته ست حجبات بتاع الرزق براه، وحجاب العارض براه، وحجاب المحبة يحب بيتك دي ذاته حبابي حجاب كتبوا له فكي، بيتك ذاته حبابي حجاب كتبوا له فكي. اها يا اخواننا ده كده بيجي؟ ده ما بيجي والله، ما بيجي. ولا تغش نفسك اصلا، ما تخدع نفسك. انسان عقيدته في الله خربانه ولا تعبانه ده ما بينجح. ولا تجدع بيتك عشان تبقى بعدين شغلكم كل شغل بتاع شعوذه ودجل. لو اختلف مع بيتك بيمشي بيكتف لها ورقة، ده لو اختلف معه والله يجنن عليك، تجن تفك الدرب، يمشي يكتبها في الفكي كتبتني وكتبتها، وده كله كلام فارغ يا اخوانا. اساس الدين ربنا قال وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. زول يتوكل على ربنا سبحانه وتعالى، وكت يحلف ما يحلف الا بالله، وكت يستعين ما يستعين الا بربنا سبحانه وتعالى، ده اساس الدين العقيدة. اثنان، زول يكون بيصلي. زول ما بيصلي يا اخواننا علاقته مع ربنا مقطعه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. انت مقياسك للدين تسال الزول من عقيدته، اثنين من صلاته. زول بيصلي ولا ما بيصلي؟ اذا قال لك والله انا اخر مره خشيت الجامع رمضان الفات والديني البدي انا دايره وعندي قروش، شوف لو قروشك وصلت للسحاب ما بديك بيت، ما بيصلي تدي بيت كيف يا اخي؟ صلته بربنا مقطعه، كيف تدي بيت؟ فده لو انت زوجت له ذاته تمشي بالقاضي وتقلع منه، ما بيصلي ما تخلي معه بيت اطلاقا. لانه النبي عليه الصلاه والسلام قال من لم يحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس لم يكن له نور ولا هدى يوم القيامة. وحشر مع فرعون وقارون وأمية بن خلف. زول بيحشر مع ديل عليك الله تديه بيت تزوجه؟ فيا اخواننا أساس الدين العقيدة الصحيحة والصلاة. الديل الزول لو نجض بقية أمور الدين كلها بيقوم عليها وبيعملها، فإذا تم بالصورة دي إن شاء الله يكون زواج مبارك وزواج طيب. وفي ختام كلامي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لأخينا الشاب محمد إسماعيل زواجه على كريمة شيخ محمود، وربنا سبحانه وتعالى نسأله
يبارك لهم في بيتهم ويزيدهم من فضله ويزيدهم من خيره ويصب عليهم الخير صبا ولا يجعل عيشهم كدا ولا يجعلهم محرومين ولا مخذولين، اجعل حياتهم حياة كريمة. واسأل الله سبحانه وتعالى يعيف أبناءنا كلهم ويحصن بيوتنا ويحرس أسرنا من الشرور اللي احنا الليلة شايفينها في مجتمعاتنا. واسأله تعالى التوفيق لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إن شاء الله تعالى نبدأ الآن في عقد مراسم الزواج. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، على رسول الله الأمين، وبعد، وبعد، فقد زوجت، قد زوجت وليتي، وليتي ميسون محمود الدوم أحمد، ميسون محمود الدوم أحمد، إلى موكلك، إلى موكلك محمد إسماعيل، محمد إسماعيل، محمد، محمد، على كتاب الله، على كتاب الله، وسنة رسول الله، وسنة رسول الله، وعلى الصداقة المتعارف عليه بيننا، وعلى الصداقة المتعارف بيننا، وأذنت لمن يشهد، وأذنت لمن يشهد، والله خير الشاهدين، والله خير الشاهدين. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد قبلت زواج وليتك ميسون محمود الدومة إلى موكلي محمد إسماعيل محمد على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداقة المتعارف عليه بيننا، وأذنت لمن يشهد، والله خير الشاهدين. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. اللهم أنزل عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهم كدا. اللهم اجعل بيتهم من خير البيوت وارزقهم الذرية الصالحة والمال والولد. اللهم بارك لهم في زواجهم وزوج جميع أبناء المسلمين. والحمد لله رب العالمين. ومبارك لكم.